مشاهدينا، وللوقوف أكثر على تطورات الوضع في السودان، ينضم إلينا عبر سكايب من وارسو المحلل السياسي السوداني الأستاذ عادل عبد العاطي. مساء الخير. مساء النور. أهلا بكم. في كلمته أمام الأمم المتحدة دعا البرهان المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية. هل برأيك يريد البرهان معولة دولية بهذا الطلب أم أراد إضفاء الشرعية على العمليات العسكرية؟ أبدأ بالترحم على أرواح الشهداء وتمني الشفاء العاجل للجرحى والعودة الآمنة للمفقودين. حقيقة البرهان واضح أن خطابه موجه في المقام الأول للمجتمع الدولي، ويريد أن يكسب دعم المجتمع الدولي في التصدي للتمرد الجاري. وحقيقة المجتمع الدولي يعرف ما هي قوات الدعم السريع، ويعرف أنها تأسست من قبل الجيش السوداني، وأنها كانت تلقى الدعم والحماية من الجيش ومن البرهان شخصيا. فالطلب بالتعاون معها باعتبارها انها قوة ارهابية هو غريب نوعا ما. هذه القوات هي كانت جزء من الجيش السوداني، وهي قوات متمردة لا شك في ذلك، ولها ارتباطاتها العالمية. كان يمكن ان يتحدث عن هذه الارتباطات، ولكن وصفها بانها يعني وارتكبت الكثير من الانتهاكات في حق المواطنين وفي وانتهاكات حقوق الإنسان. لكن الطلب إنه التعامل مع كقوات إرهابية أو قوات مرتبطة بأطراف إرهابية لا أعتقد أنه سيجد الكثير من القبول. طيب، ما الذي يمكن أن يترتب عليه إذا ما تم تصنيفها فعلا جماعة إرهابية؟ ستفقد بعضا من الدعم الدولي، وبعض الأطراف قد ترفع يدها منها، بعض الأطراف التي يشتبه أنها تدعمها في اللحظة الحالية. ولكن لن يغير هذا كثيرا من الوضع على الوضع العسكري والوضع السياسي، لأن قوات الدعم السريع أصبحت قوة موازية للجيش، ولها وجود الآن في تقريبا كل ولايات دارفور وبعض ولايات كردفان، وتكاد تسيطر على ولاية الخرطوم. فهذا لن يغير كثيرا من الوضع، قد يغير من تصنيفها سياسيا، ولكن عسكريا لن يدعم البرهان كثيرا. طيب، إذا كان الدعم السريع الذي يواصل فظائع الجنجويد في دارفور يؤجج الوضع اليوم، ما هدفه من فتح جبهة جديدة بالتزامن مع دخول ميليشيا عبد العزيز الحلو على خط الصراع؟ الدعم السريع يريد أن يعني يبسط سيطرته على أكبر المناطق يعني التي يستطيع، وذلك لتقوية موقفه التفاوضي. أنا في تحليلي الشخصي أن الدعم السريع حاول أن يقوم بمحاولة انقلاب خاطفة وفشل فيها، ولذلك الآن يحاول أن يكسر من عزم الجيش السوداني وأن يسيطر على أكبر قدر ممكن من المناطق حتى يستطيع أن يكون له وضع تفاوضي جيد إذا كان هناك تفاوض، أو أن يحسم الأمر بقوة السلاح. قوات عبد العزيز الحلو تتحرك وتنتشر وتمتد، ودخلت في بعض المعارك ضد الجيش السوداني، وهذا أمر خطير يعني، ويهدد بانتقال الحرب إلى مناطق جديدة، مناطق جنوب كردفان. ولا أعلم إن كان هناك تنسيق ما بين الطرفين، ولكن حتما تحركات الحلو تضعف من الجيش السوداني وتفتح له جبهة جديدة هو في غنى عنها. نعم، بحسب الأمم المتحدة أيضا فإن استمرار الأعمال العدائية في دارفور يهدد بإغراق السودان في حرب طويلة الأمد. لماذا لا يتم التدخل ووقف القتال وإرسال قوات يوناميد برأيك من جديد؟ المجتمع الدولي ربما يكون مرهق من كثرة الحروب الموجودة في المنطقة ومن التغييرات الفجائية. يعني هناك حرب في أوكرانيا، كانت هناك حرب في أثيوبيا يعني انتهت قبل فترة قصيرة، هناك تداعيات الحرب في ليبيا، هناك الانقلابات العسكرية المختلفة في منطقة الساحل، 5 أو 6 انقلابات خلال العامين أو العام ونصف الأخيرة، هناك تطورات الأحداث في السودان. هذه كلها أحداث متسارعة، وهي ويعني فوق طاقة المجتمع الدولي وفوق طاقة المجتمع يعني الأفريقي اللي هو القوى الإقليمية الأساسية التي يجب أن تتعامل، الاتحاد الأفريقي ومجلس السلام والأمن الأفريقي، هي تقريبا عاجزة لوجستيا وماليا لو لم تتلقى دعما قويا من المجتمع الدولي ممثلا في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة، والتي يبدو أنها مشغولة بصراع في أوكرانيا وبالوضع في جنوب شرق آسيا أكثر مما هي مشغولة بالوضع في السودان. السودان لا يشكل
بعدا استراتيجيا لهذه القوى الدولية، ولذلك أتوقع أن الحرب تستمر لعدة شهور إذا لم يكن لعدة سنوات قادمة. نعم، أيضا في ظل هذه الأحداث والانتهاكات يضع البرهان شروطا للتفاوض مع حميتي، هو عودة الدعم السريع إلى ثكناتها. طيب، هل ينتظر البرهان موافقة حميتي على هذا الموضوع وهو من وضع الصراع يعني في معادلة صفرية؟ لا أعتقد أن حميتي ولا قيادات الدعم السريع ستقبل بهذا الوضع. أصلا هناك أزمة ثقة، ومحاولة الانقلاب ومحاولة التمرد من قبل الدعم السريع كانت بسبب انعدام الثقة وتخوفه من أن يقوم الجيش بضربهم أو البرهان شخصيا. ولذلك بعد الحرب وبعد 5 أشهر وبعد كل هذا الدمار وبعد كل هذا القتل المتبادل، فمن الصعب أن يقبل الدعم السريع. هناك أزمة ثقة كبيرة جدا. إذا انسحب الدعم السريع من المناطق التي يسيطر عليها خصوصا المناطق العسكرية إلى ثكناته، فهذا سيسهل من قصفه ومن التخلص منه يعني. نعم. فهذا يعني مطلب يعني صفري أيضا. وأيضا البرهان أيضا بالنسبة له يعني 90% من الخرطوم محتلة، والقوات قوات الجيش سواء كانت في القيادة العامة أو في سلاح المهندسين أو في سلاح النقل هي محاصرة، أو في حتى في سلاح المدرعات. يعني 4 أو 5 مناطق فقط تبقت للجيش السوداني من أكثر من 20 حامية في ولاية الخرطوم. فوضعه صعب جدا، ولذلك هو يضع هذا الشرط باعتبار أنه هذا الشرط يحقق له يعني أخذ نفس والانتقال لربما عمليات هجومية أو لوضع أفضل عسكريا. على جانب الرد السريع، بما تفسر استقالة عدد من مستشاري حميتي اليوم؟ هل بدأت الدول ربما الداعمة له برفع الغطاء عنه في صفقة ما، أم أن الأمر أبعد من ذلك في ظل تقاطع المصالح الدولية في السودان؟ يعني هذه الاستقالات ينظر لها انه هي محاوله ايضا من الجيش ومن بعض القوى السياسيه ل يعني سحب الدعم من والبساط من تحت اقدام الدعم السريع، لكن ايضا هناك قوى اخرى تنضم اليه في هذا الوقت، فالامر سجال يعني. لا اعتقد انه يعني بعض الدول التي كانت تدعمه او بعض الاطراف الاقليميه التي كانت تدعمه رفعت يدها تماما عنه، لانه يستجيب لمصالحها. يعني الامر يحتاج الى موقف واضح من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الولايات المتحده تحديدا لحسم موقفها من الصراع في السودان، لكي ما يستتبعه يعني انسحاب بعض الاطراف من دعم ميليشيا الدعم السريع. باعتباركم محللا سياسيا سودانيا، كيف يمكن احتواء الأزمة التي ذكرت ممكن أن تتحول إلى حرب طويلة إذا تمسك كل طرف برأيه وأهدافه ونهجه وكذلك سياسته؟ للأسف الطرفين الذين يقودان الطرفان الذين يقودان الحرب الآن يعني لا يتمتعان بالمسؤولية الكاملة عن قضايا الوطن، ولا بالخيال السياسي الذي يجعلهم يعرفوا أضرار الحرب ليس فقط على الوطن وإنما عليهم هم. يعني كل يوم يتآكل الدعم السريع وتآكل الجيش ويفقد الكثير من العناصر ويفقد الكثير من الآليات ويعرض أمن الوطن كله للخطر. يعني الآن السودان دولة ضعيفة جدا في مواجهة أي يعني مشاكل خارجية يمكن أن تأتي إليها من الحدود المفتوحة يعني في كل المناطق. فمنهجهم السياسي القائم على الحلول الصفرية والقائم على العنف وغيره لا يبشر بخير. يظل الحوار ويظل السعي لحل سلمي هو الطريق الأفضل يعني، ويمكن أن يعني يتم البحث عن خروج آمن لقيادة الطرفين مثل ما تم مثلا في اليمن عندما تم إخراج علي عبد الله الصالح من المعادلة. أعتقد لا بد من خروج هذين الطرفين حتى تظهر قوة أو قيادات جديدة من داخل الجيش والدعم السريع تكون مستعدة للحوار ومستعدة للتفاوض. من واسو المحلل السياسي السوداني الأستاذ عادل عبد العاطي، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.